شيء نقيض كليا لغيابه. أتراهن نرجسية عند قاسم أو سامح إذا جد؟ دائما في لقاء اليوم يأتي كلقاء أول إلي في مدينة الكرم كروائي. سبق أن جئت المدينة كمدير متحف محمود درويش. اليوم أنا موجود بصفتي كاتب لرواية، جئت لمناقشتها مع الجمهور والحديث بشأنها واستماع إلى آرائهم فيها. وبتمنى أولا أن ترتقي لذائقة قراء مدينة الكرم النوابغ ومدينة الذكاء أو عاصمة الذكاء في فلسطين. أتمنى أن ترتقي إلى مستوى الذائقة عند الجمهور هنا. وأيضا دائما أشعر بسعادة كبيرة عندما أكون في مدينة طول الكرم. إحنا في لقاء ثقافي متجدد في قاعة بلدية طول الكرم. بداية أنا سعدت جدا بتقديم الكاتب الروائي سامح خضر اليوم في روايته الأولى باكورة أعماله يعدو بساق واحدة. الرواية أروع من أروع روايات الفلسطينية اللي بتغطي حياة الفلسطيني اللي كان بالخارج ورجع على فلسطين لينصدم بالهوية اللي فقدها، لينصدم بالتفرقة اللي إحنا عايشين فيها كفلسطينيين. بطلنا فلسطينيين، صرنا فلسطيني ابن مديني، فلسطيني ابن فلاح، ابن مخيم، فلسطيني يساري يميني. بتناقش كل هذه الأمور.